بعدين types of immune response. احنا هنا نحكي عن الاستجابة المناعية المتسببة او الناتجة نتيجة تعاطي او اخذ اللقاح. ويا يا طلاب اي دكتور؟ نعم طبعا، يعني لازم نفهم انه اللقاح هو عملية اصابة طبيعية، يعني عملية اصابة لكن بسبب مرض مضاعف، فنفس النتائج او نفس الاستجابة اللي تحصل نتيجة الاصابة هي نتيجة عملية اخذ اللقاح. لذلك طبعا الاستجابة المناعية تقسم الى قسمين اللي هي الهيومن اميون ريسبونس اند ستمنيجيتد اميون ريسبونس. طبعا هنا ابدا ما جبنا طاري النت، لان النت شغلها واحد حسب يعني ذكرني من نطاتكم بالكورس الاول، لان اميونيتي وضعت لكم اياها هنا يعني استجابه متاصله موجوده نتيجه وجود مستقبلات وخلايا. هذه مستقبلات الخلايا هي متوارثه يعني متواجد بأي وقت، بينما الأداتب أمير بسموسية محثة أو مستحثة نتيجة دخول العامل المرض. لذلك بالنسبة للهيومرال أمير بسموس this immunity in which antibody plays the most important role. يعني نعرف أنه الخلايا البائية يعني عند دخول المستضرة حفز الخلايا البائية، الخلايا البائية راح تتحول إلى شنو؟ antibodies producing cells. وهذه تنتجين شنو؟ تنتجين الأجسام المضادة. Okay. And then the cell involves RBP cells, which differentiated into plasma cell, which can excrete antibody. Okay. B cell need to help of macrophage. يعني يعني لازم نفهم بالنسبة للاستجابة المناعية إنه ال cell mediated or humoral mediated أبدا ما ممكن فصلها نهاية. تشتغل يعني تشتغل بنفس الوقت بنفس الوقت ياتوا يشتغلون. أوكي إذا تحتاج إلى الماكروفاج وتحتاج إلى تي سيلز. شلون تحتاج إلى تي سيلز؟ تذكرون بالاستجابة المناعية أخذنا استجابة البائية المعتمدة واستجابة البائية غير معتمدة على التهية. لذلك الاستجابة البائية غير معتمدة على التهية هي بالاعتماد على الماكروفاجز والتي سيلز. And sometimes commonly made in order to code found in the serum and the plasma. Okay, destroy بالنهاية شو يسوي؟ Foreign invaders. Okay. Substances اللي هي الانتيبوديز هي ناتج هذه الاستجابة المناعية. لاحظ هنا أنا يعني فرق بين شنو الفرق؟ البلازما أو بين السيروم. أوكي زين. التايبس اوف هيومرال اميونيتي احنا دا نحكي هسه عمليه اخذ لقاح او تعاطي، تمام عيني؟ فعمليه تعاطي اللقاح ممكن تكون بالباسيف وممكن تكون شنو؟ بطريقه الاكتف، تمام؟ فاذا the person actively makes antibodies after exposure to a foreign antigen. Okay, given an antibody that has been made by somebody else. بمعنى بالحالة الأولى بنعطي لقاح، هذا اللقاح الأجسام المضادة، وهذه الأجسام المضادة تبدي تضرب هذا المستضد. أما بالحالة الثانية اللي هي الباسيف اميونيتي، شخص رايح للحج، هذا الشخص رايح للحج قد راح يبقى يعني أكثر شيء شهر، ثلاث أسابيع، أسبوعين، اللي رايح بالطيارة، اللي رايح بري، اللي كذا وهكذا. فإذا هو مدة بقاء قليلة، إذا ما نحتاج إلى حث استجابة مناعية طويلة الأمد، استجابة مناعية قصيرة. بفوت عوامل الخاصة بالأمراض المتوقفة بهذه المنطقة. إذا إيش راح نسوي له؟ give an antibody that have been يعني شو نحصل؟ ناخذ المستضد أو المستضد المريض داخل حيوان مختبر يحصل على أسمدة ضد هذا المستضد. أوكي؟ أو طبعا ممكن إنه تأخذ
من شخص آخر مصاب، كم هو الحال من البداية بالكوفيد 19 ولا صارت شو اسمه عمليك أخذ الأنتي سيرام في الكوفيد واستخدام الأشخاص المصابين، فإذا وممكن it can be artificial اللي هي جام جلوبين بينكو أبرتين with جام جلوبين or natural يعني نتيجة الإصابة نفسها ممكن حتى النتيجة المناعية. نجي بالنسبة للإجابة المناعية is an immune response that does not involve antibodies. But rather involves the activation of the phagocytes. اللي هو نعم اللقاح راح تاخذه الخلايا المقدمه تقدم الى الخلايا التاليه وبالتالي راح تحدث استجابه مناعيه. نتيجه الاستجابه المناعيه راح تكون لنا السيتوكينات. هاي السيتوكينات كل واحده تطلع على شغله، قسم تروح تحفز الانكي سيل، قسم تروح تحفز البي سيل، قسم تروح تحفز مثلا الخلايا البلعميه، وهكذا بالنتيجه تحصل لنا استجابه مناعيه من النوع الخلوي. هسه لاحظوا هذا المخطط، هذا المخطط كلش مهم باولي. ايش عندنا؟ عندنا الاميونيتي. عندنا الاميونيتي، طبعا انا يعني توقعت يعني بس مو هالقد يعني طلاب يجون قليلين صح، امم اوروبا واللعبه والهاي يعني ما شاء الله الظاهر عندكم مشجعات هواي مو بس مشجعين ومحبين كره القدم. اوكي اذا الاميونيتي بشكل عام تنقسم الى شنو؟ الاكتف اميونيتي اند النت اميونيتي، العفو الادابتف اميونيتي اند النت اميونيتي. اوكي الادابتف اميونيتي تقسم الى الناتشرال اند ارتفيشال. الناتشرال نفسها تقسم الى الباسيف اللي هي الاجسام المضاده او العوامل المناعيه اللي ياخذها شنو؟ من الماترنال من الام، او قد تحدث نتيجه الاصابه الانفكشن. الارتفيشال اللي هو اللقاح ممكن ان تكون باسيف ايضا ممكن يكون اكتف. الباسيف انتي بودي ترانسفير عمليه نقل الاجسام المضاده، والاكتف نتيجه الاميونايزيشن. اوكي اذا الاكتف اميونيتي، الاكتف اميونيتي او العفو الادابتف اميونيتي تقسم الى قسمين اللي هي الناتشرالي اكوارد والارتفيشالي اكوارد. اوكي الناتشرالي اللي هي الاكتف والباسيف. الاكتف انتيجينز انتر ذا بودي ناتشرالي. اوكي بودي انديوسز انتي بوديز اند سبيشلايز. الباسيف انتي بودي باس from to us via sine من خلال to infant via the mother's milk. الرضاعة الطبيعية كلش مهمة، لأنه الرضاعة الطبيعية طبعا مهمة بالنسبة للأم وبالنسبة للطفل. بالنسبة للطفل عن طريق الحليب فقط تنقل له أجسام مضادة موجودة بدمها وتنطيه حماية. اوكي الارتفيشالي انتيجين ار انتروديوس ان ا فاكسين، نعطي العامل المورد على شكل فاكسين وهذا produces antibodies and specialized شنو specialized ها والله حيل بها specialized lymphocytes. الباسيف نفس الشيء performs antibodies in immune serum are introduced، يعني احنا اساسا محفزين اجسام مضاده بالسيرام وتنطي هاي المن تنطي by injection. تمام يا
لا زال اكو طلاب لحد هسه دا يدخلون. اوكي، اذا الباسيف نفسها تنقسم الى ناتشرال باسيف اميونيتي مثل ما شرحت لكم، وشنو واكتف ناتشرال. عفوا دكتور، نعم، بس هذا الشرح اللي تركته من قبل هاي الصفحه هاي هم تركه لو شلون قبل المخطط؟ لا ما تتركوا هذا، لا هو هذا اللي شرحت لكم اياه، هو نصا كلامي، هذا نصا كلامي. زين عادي نحفظ عمليه التحفيز، عادي بس نحفظ بس المخطط؟ لا حبيبي هذا بيه تفاصيل، وارجوك هسه اترك هاي التفاصيل، الوقت يمشي ووقتنا ضيق، اذا عندكم شيء بعدين نتفهم عليه. تمام، اذا الباسيف اميونيتي تنقسم الى شنو؟ ناتشرال باسيف اميونيتي اللي هي ناتشرالي عندكم اثناء الحمل، when antibody are passed from the maternal blood into the fetus bloodstreams in the form of IgG. الام اثناء عمليه الحمل مو يطوها لقاحات، تعرفون انواع اللقاحات اللي تنطي للام، لقاح القزاز او لقاح الحصبه الالمانيه، هذه راح تتكون، هي الام راح يتكون عندها اكتف اميونيتي، وتعبر الاكتف اميونيتي على شكل باسيف اميونيتي على شكل اجسام مضاده، وتحديدا الاي جي جي. ليش الاي جي جي تحديدا؟ لان الاي جي جي وزنه جزئي صغير وممكن يعبر من خلال البلاسنتا، وبالتالي يعطينا حمايه. تمام عيني؟ تمام؟ زين. إذا الانتيبودي ار ترانسفيرد فروم وان بيرسون تو انذر ثرو ذا ناتشرال ميز سيتش از مثلا ممكن يعني تأخذ من شخص إلى شخص آخر، يعني اللي هما ال postnatal relationship between the mother and the child. Okay, some antibodies can cross the placenta and enter the fetal blood. Okay, this provides some protection for the child for a short time after birth. لذلك طلاب، لذلك احنا من ويايته لو دفعون اللعبه معودي وياك استاذ لذلك احنا من نخلي جدول التلقيحات، اكو بعض اللقاحات تعطى بالاسبوع الاول، بعدين ورا شهرين، بعدين ورا ست اشهر، بعدين ورا بعض اللقاحات تعطى بالشهر التاسع. ليش بالشهر التاسع تعطى؟ لان هذا اللقاح هذا عفوا الاجسام، اكو اجسام مضاده بالبلاستريم of the child from his mother. اوكي، فما اخذها من الام، فاحنا اذا نطينا لقاح واكو اجسام مضاده موجوده بالبلاستريم of the child، ايش راح يصير؟ يعني a portion of the vaccination هذه عمليه التلقيح. ليش يعني التلقيح؟ لانه الاجسام المضاده مع تلتقط هذه المواد الغريبه وتتصل بها وتمنح استجابة من النوع الاكتف. تمام، يعني يمكن بعد ما راح ادخل طلاب يعني تمام زين. هذه باس الارتفيشال باس نفس الشيء بالضبط، عدا كون انه احنا هنا ننطي لقاح، هناك اصابه هنا لقاح، هناك اصابه هنا لقاح. الارتفيشال اميونيتي is a mean وسيله by which the body is given immunity to disease by international exposure to small quantities of it. ننطي اللقاح ولذلك راح تحصل لنا شنو؟ استجابه مناعيه. هذه الاستجابه المناعيه يعني نفس المسار اللي يصير نتيجة الإصابة الطبيعية.
هو طلاب لاحظوا انه يعني هي مكرره المواضيع يعني مرتبطه ومكرره. الارتفيشال اكتيفيزيشن is when the micro or part of micro is injected into a person before they are able to take it naturally. يعني هو اذا صار دونت عنده اصابه ماكو حاجة بعدها. أعطي لقاح قبل أنه يحدث إصابة. تصبح الإصابة عند خفيف. لذلك أريد أسلط الضوء نقطة مهمة. هل الشخص الملقح بلقاح مرض كوفيد 19 يصاب مرة أخرى أم ما يصاب؟ أوكي؟ أريد واحد يجاوبني. ليش ممكن يصاب يعني كوفيد 19 مو صاب. لا 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 تحكوا لي عفوا من المحور نفسه ممكن يصاب لكن انا من يصاب راح يجي له اجابه مناعيه نتيجه عمليه تمنيع نتيجه تمنيع ذلك تحصل عندك اعراض ولكن اعراض بسيطه وكانه شنو انه ما اخذ لقاح وطبعا الإصابة بنفس السترين وكأنه ده نعطيه جرعة معززة، أوكي؟ جرعة معززة. يا جماعة الخير، يا أنا، يا حبابين، أخذوا لقاح. اللقاح يجب أن يؤخذ، أوكي؟ زين. نطقتكم اياها هذا التعريف مال انتيجين والانوجين اوكي وهي احنا ماخذها ايضا بالمعنى الانتيجين هو سبستانس يوجوالي ا بروتين ذات ستيميليت اميون ريسبونس تو برودوس ا سيتس اوف سبيسيفيكيشن اور سبيسيفيك انتيجين. الفرق بين الانتيجين والامينوجين، الامينوجين هو ما يعني جزيئات كبيره قادره على حث الاستجابه المناعيه والتفاعل مع نواتج الاستجابه المناعيه. الانتيجين هو عبارة عن جزء من الأمينوجين ويتفاعل مع شنو نواتج الاستجابة المناعية المحثة بواسطة شنو بواسطة الأمينوجين. الهابتين هو عبارة عن جزيئة low molecular weight non protein molecule which contains an antigenic determinant but which is not itself antigenic unless it شنو complexes with an antigenic carrier. لازم نربطها ونزيد وزنها جزئي وبالتالي راح شبه الحالة راح يكبر وزن الجزئي وتتحول إلى أمينوجين. الأميتوب part of protein molecule that acts as immunogenic or antigenic عبارة عن تسلسل بروتين هي هاي اللي يستجيب لها والاستجابة ضدها تكون يعني تم من خلال كلون نسيلة مستقلة. فلذلك يعني الكلون هذه النسيلة لما تستجيب إلى هذه الأميتوب أوكي الجسم الأجسام المضادة يسموها مونوكلونال أوكي. إحنا عندنا المايكرو أورجانيزم عليه أكثر من أميتوب تمام. كل واحد من هذه الأميتوب ستراكشرالي ديفر تختلف تركيبيا. اذا كل واحده من عندهم راح تستجيب لها نوع معين من الكلونز وهذه الكلون راح تعطينا اجسام مضاده. كل جسم مضاد مختص بنوع الميتوب لان هو اساسا تركيبيا مختلف. اذا مجموع هذه الاجسام المضاده يسموها البولي كلونال انتيبادي او انتيبايز اوكي. لكن الاجابه ضد ايبيتوب تحديدا محدد هو يسمونه الموكلونال انتيبوديز اوكي. وهاي شرحت لكم اياها لان راح نجيها مهمه جدا اوكي. زين الامينوجلوبولين هي الجلايكوبروتين مولكيول ذات ار برودوس باي ذا بلازما سيل ان ريسبونس تو ان اميونوجين. طبعا طلاب هي يعني هاي شروحات احنا كلها ماخذينها بالمناعه بس نعطيكم اياها من وجهه نظر شنو التلقيح. نوع الأجسام المضادة ما أريدها هاي ما أريدها الشرح يعني إحنا بس التعريف أوكي حد هنا.
نوعية الأجسام المضادة هاي ما مطلوبة. ويا شباب؟ نعم دكتور. هاي ما مطلوبة. نجي ما هو الأنتيسيرا؟ طبعا انتبهوا أنا إذا أعطيكم تعريف تعريف مختصرة. هاي يعني بسبب الظرف الحالي. Bloodstream containing antibodies. الأنتيسيرا عبارة عن مجرى دموي حاوي على أجسام مضادة. هذه تنشئ rising out of immunization or after an infectious disease. نتيجة أما الإصابة أو نتيجة حملة التلقيح يسموها الأنتيسيرا. The production of antibodies. هذه الأنتيبوديز are produced by the lymphocytes. The process of antibody protection and immune response are complex, and both the lymphatic and the blood system are very closely involved. اثنيناتهم عمل التداخل بين المجرى الدموي والمجرى اللمفاوي. الاوتو انتيبوديز، ما هي الاوتو انتيبوديز؟ الاجسام المضاده in certain pathological conditions، ظروف او حالات مرضيه محدده. Okay, the thymus may produce antibodies, إنتاج أجسام مضادة to the body's own endogenous protein, لمستضدات أو بروتينات داخلية cell. Okay, هذه بحالة هذه to the body own endogenous protein تسمى autoantibodies, which complicates the immune systems. هذه اللي سبب لنا شنو complications بالجهاز المناعي، وممكن تكون لنا شنو ممكن تكون لنا autoimmune disease. الانتيثيتيك antibodies، antibodies هذه شنو antibodies produced against antibodies. اوكي الانتيثيتيك antibodies have properties similar to those of the antigens. شنو بقى هنا هاي احنا من نجي مثلا انتوا سامعين بالإلايزة؟ من سامع بالإلايزة؟ كلكم سامعين بالإلايزة؟ ما حد سامعين بالإلايزة معناته كلكم تمام سامع. هذه اكو نوع من الإلايزة ينقسم الى الدايركت والاندايركت ساندويتش والكومبتيتيف. اوكي مثلا على سبيل المثال نجي على الاندايركت او الساندويتش. هنا ايش راح نسوي؟ ناخذ الجسم الانتيبوديز نفسه ونحقنه داخل الحيوان المختبري. الحيوان المختبري راح يعتبره ايش يعتبره؟ يعتبره فورم بوديز. فلذلك شو يكون؟ يكون ضد الجسم، يكون ضد اجسام مضاده. اذا صارت انتي انتيبوديز. هذه نستخدمها لاغراض علاجيه او لاغراض تشخيصيه. تمام؟ اكو احد عنده ملاحظه شيء فشي مو واضح؟ لا دكتور واضح. هذا باقول طلاب الانتيثيتيك انتيبوديز يعني بس التعريف. اما وراثيا شلون يصير شنو هذا لا ما ادري. اوكي اللي هنايا تمام. يلا قول دكتور علي مخوش. طبعا حشايا اكيد لان بقلبكم قلت له حشايا دكتور. نجي على الامين الثرابي العلاج المناعي. طلع هذا الحقل من العلوم، حقل حديث ومهم جدا. معناه انه اني اسوي اميون موديليشن تعديل مناعي. انتم شباب الله يعطيكم صحة وسلامة وكلكم صحتكم إن شاء الله زينة. وبداخل أجسامنا إحنا دائما تتكون أكو تصير يعني 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 يصير بعض ال الخربطة يعني عملية التعبير الجيني وغيرها. إحنا هنا أكو جهاز المناعي عنده وسائل يكتشف الخطأ بعملية تصنيع خلية أو الخلية أصبحت كبيرة أو صار خطأ خلية. أكو وسائل معينة مناعي من خلال الجسم يتعرض على هذا هاي الاخطاء بتصنيع او بعمليه
ال شنو والله شو نقول الديفرنشيشن اور جروث اوف سم سيلز او ريبيرنج او انتاج انتاج هذه الخلايا. اوكي زين. بمرور الوقت وبتقدم العمر واحيانا لاسباب وراثيه معروفه وقسم غير معروفه، هذه القابليه على مكافحه هكذا حالات تكون قليله او تضعف. اوكي نجي احنا شو نسوي؟ نجي نعدل مناعيا من التعبير الجيني، او ممكن او احيانا عن طريق الجينات، واحيانا احنا ننطي، يعني بمعنى انه مثلا هيك خطا الجسم ينتج هيك نوع من البروتينات، بمرور الوقت هذه البروتينات قلت، فاحنا شو نسوي؟ ننطي هذه البروتينات. احيانا نسوي شنو؟ احيانا نسوي تحفيز ابليجليشن للجسمه لانتاجها لانتاجها البروتينات، واحيانا نسوي لها سابريشن. اوكي بالنهايه نستخدم اليات الجهاز المناعي للتعديل المناعي لمكافحه او لاستخدامها كشنو؟ از الثيرابي. از الثيرابي. مفهوم الفكره طلاب؟ اي دكتور. زين هنا اذا الاميون ثيرابي ذا يوز اوف باسيف اميونايزيشن. باسيف اميونايزيشن شلون؟ باسيف اميونايزيشن انا انطي اجسام مضاده وانت عوامل مناعيه جاهزه انا مصنعها. اوكي مينز ذا يوز، مما يعني استخدام اوف سيرام اور جاما جلوبولين ان ذا تريتمنت، في عمليه العلاج اور بريفنشن of infectious disease by transferring to one host antibodies actively produced in another. يعني أنا محفزها في شخص، محفزها في شخص معين وأنطيها لشخص آخر، محفزها في مكان وأنطيها إلى مكان آخر. تمام؟ مفهوم الفكرة؟ مفهوم الفكرة؟ زين. Passive immunization provides immediate protection. يعني أنا من أنطي passive immunization هاي مباشرة راح تدخل داخل المعركة المناعية، ومباشرة راح تعطينا شنو؟ تعطينا استجابة مناعية، لذلك يسموها treatment. treatment اوكي treatment، واحيانا prevention. تمام. اذا راح تدخل اذا الى داخل immediately protection to individuals who have been exposed to an infectious organisms. Okay. And أو who lack active immunity to that pathogen. أو هو أساسا فاقد الجابة الأكتف إلى هذا الباثوجينز. فأني شو أسوي؟ أعوض له أنطي باسيف. أني مكون يعني هو بمكان ما هو يكون أجسام مضادة، أنا مكون أجسام مضادة تنطي هي. Because the passive immunization does not activate the immune system. هنا ما راح تتكون عندنا عملية activation، فلذلك ما عندنا شنو memory cells. إذا the passive immunity is not permanent. ليست شنو؟ ليست not permanent. ليست يعني دائمية. Okay. وممكن despite after a few weeks إلى month as the immunoglobulin are cleared from، متى ما اختفت هذه الأجسام المضادة لها أمر معين، لها أمر وقت. مفهوم طلاب الفكرة؟ إي دكتور. نعم. هسه نجي على الابليكيشنز اوف immunotherapy. الابليكيشن أولا عندنا protection or prevention اللي هي prophylaxis مباشرة against infectious disease مثل الديفيثيليا، التيتانوس، ريبس and treatment of snake bites العظمة مالت الأفعى. ثانيا الاميون سبريشن عملية التثبيط المناعي. This include prevention of maternal isoimmunization Rh sensitization and immune suppression during tissue transplantation. الطفل اجى طلع ال ار اتش مالته شنو عيني؟ هو بوزيتيف. تمام؟ وامه نيجاتيف.
فمية بالمئة عبر RH هذا الانتيجين. من عبر RH للأم، الأم راح تكون ضد استجابة مناعية قبل لا تتكون أجسام، أو قبل لا تكون استجابة مناعية نعطي أجسام مضادة مباشرة ترتبط بهذا RH ويسوي أبورشن إجهاض للاستجابة المناعية. أيضا في حالة الأميون سيبليشن during tissue transplantation عملية زرع الأعضاء، عملية زرع الأعضاء الأنتيبادي preparation ما مطلوبة. metabolism of globulin ما مطلوبة. وين هذا الحباب اللي بالبداية قال لي هذا مطلوب هذا ما مطلوب؟ نجي على الهايبو. ألو وياك دكتور. نعم. الهايبو سينستايزيشن، السينستايزيشن شنو؟ عملية شنو؟ التحسس. الهايبو شنو؟ التحسس المثبط. أوكي الهايبو سينستايزيشن أو الالرجي هي سينستايزيشن، عملية تثبيط الحساسية is an allergy treatment، هو علاج للالرجي that can help decrease long term sensitivity to allergen، العامل المحفز اللي هو شنو الالرجين. بعض العوامل اللي هي شنو يعني تسوي علاج من خلال شنو، من خلال انه تقلل من الاستجابة طويلة الامد الى الالرجين also known as immune therapy. اذا هذا شنو نوع من الامين ثيرابي؟ in this patient is gradually vaccinated subcutaneously against sensitization antigen. اذا قلنا شنو امين ثيرابي؟ in this patient اشلح لي يطو هذه المواد بشكل يعني تدريجي against increased singly larger doses of the allergen. اوكي شوي شوي يبدون يزيدوها اثناء عمليه الزياده. ايش راح يصير؟ راح يصير تعود مناعي وبالتالي شنو تقل شنو الالرجين. اوكي the purpose to this reduce the severity of the disease and or eliminate the hypersensitivity together. Okay. Then hypersensitization is generally recommended for people who have selective sensitivity to a specific allergen. يعني مو كل واحد عنده حساسية. Okay. الحساسية هي لأشخاص محدد، يعني هم أساسا وراثيا يتحسسون من بعض الالرجين فتستخدم هذه الآلية لعلاج الالرجي. اوكي هذا كله كلام معاد. زين عملية اعطاء اللقاحات، اعطاء اللقاحات هل اللقاح يسبب لي اعراض جانبية؟ دا تسمعون انتم مثلا اني دائما اربط الموضوع بالكوفيد. ليه؟ لانه من خلال اي فرصه عندي احاول اثقف باتجاه التلقيح واشجع عمليه التلقيح. اوكي فلذلك عمليه اللقاح ممكن تسبب لي يسموها الادريس لاكشن. هذه ادريس لاكشن التفاعلات العكسيه لعمليه التلقيح ممكن تكون لو يعني ممكن تكون لوكال اور سيستماتيك. اللوكال ان ذا فورم اوف ريدنس مكان تشكه احمرار حكه انتفاخ ات ذا انجكشن سايت مايت اوكر. اوكي اف ذس كونديشن اوكر ريبيتدلي ذن ذا سترينث or timing of the shot is changed. إذا استمرت أو تكررت هيك حالة لازم يغيرون.
زين. النوع الاخر الرياكشن اللي هو سيستماتيك كان also involves not the place of injection but يعني مو هذا ال place of injection العفو هو local reactions but at different sites symptoms include nasal congestion احتقان الانف swelling lips loss of bladders or bowel control sneezing swelling wheezing and low blood pressure. هذه يعني احيانا عملية التلقيح قد تحدث شنو تحدث التفاعلات جهازية تمام. عموما death related to immune therapy are rare نادر جدا نادر جدا. السيرام سيكنس راح اعطيكم بس التعريف مالته. السيرام سيكنس is a type of delayed allergic response اللي هو من نوع الهايبر سنسيفيتي تايب 3 appearing for 2-10 days after exposure to some antibodies or antisera. The portion of serum that contains antibodies such as gamma-globin which may be given by immunization against some diseases. Serum sickness ما معنى؟ هو عبارة عن أجسام مضادة. الأجسام المضادة تكون يعني أثناء يعني تعطى أو تتولد وتبقى تتحرك وتفتر وين؟ بالمصل. يعني أجسام مضادة العفو وإلها مستضدات فش راح يسوي؟ راح يسوي كومبلكسس راح تبقى تفتر وتبقى تدور إلى أنه أحيانا تروح على تقعد على نسيج معين وتسبب لنا مرض سيرام سيكنس. وجودها راح يحفز النظام المتمم اللي هو التايب 3 هايبر سنسيف تايب 3 وبالتالي ايش راح يصير عيني؟ راح يصير عملية ضرب للكومبلكسز اضافة الى التشو وتسبب لنا كلها ما مطلوبها. أريد بس هذه أحيانا سيرام سيكنس. Other causes of the serum sickness may include الهيترولوجاس سيرام الأجسام المضادة اللي مصنعيها في كائن حي ونقلت إلى كائن آخر ممكن تسبب لنا سيرام سيكنس. الاليرجين اكستراكس مستخلصات الاليرجين بعض البلاد برودكتس الهرمونز وهكذا هذه الأسباب ممكن تسبب لي السيرام سيكنس. ما مطلوب. ما هسه نجي على قبل شوي أخذنا شنو يعني؟ أخذنا الهايبو سينسيتايزيشن. ألو بعدكم وياي لو رحت؟ نعم دكتور وياي. دكتور وياي نعم. أخذنا قبل شوية الهايبو سينسيتايزيشن هسه عندنا الهايبر سينسيتايزيشن. الهايبو state of decreased reactivity or sensitivity. الهايبو استيميلاس أوكي زين عكس الهايبر ما هو نيجاتيف فاكسين؟ ما هو نيجاتيف فاكسين؟ Negative vaccines made from peptides may help the body build an effective immune response to kill a tumor cell. عبارة عن لقاحات تصنع من بيبتيدات وتساعد الجسم على إنشاء استجابة مناعية المن للخلايا السرطانية. Okay. Giving booster vaccination إعطاء
الجرعة المعززة من اللقاحات may make a stronger immune response، يعطينا استجابة مناعية قوية. وش يسوي؟ prevent or delay the recurrence of the cancer. اوكي، يمنع او يؤخر عودة شنو؟ الكانسر. بس التعريف. طيب تمام تمام دكتور. هاي كلها معادة طبعا تشوفون اكتيف اند باسيف اخذناها. بقى عندنا موضوع واحد بالمحاضرة الجاية إن شاء الله نأخذه، اللي هو المونوكلونال أنتيباديز وأهميته. يعني عندنا بقت محاضرة واحدة حوالي نص ساعة مو أكثر، بس أنا ما أقدر أكمل وياكم لسبب بسيط، إنه عندي بالعشرة محاضرة ثانية ويا طلاب دكتورة. ف أكو شيء عندكم؟ أنا يعني بقيت لكم 10 دقائق، إذا عندكم في شيء أو استفسار أو أي شيء نحكي بيه، ولا أي شيء يخص المحاضرات نحكي بيه، تفضلوا. ألو، واضح دكتور. دكتور لكم تفضل. طبعا ممكن دكتور.